نبتدي اخبارنا من عند المنتخب الاولمبي اللي بيستعد ليه وديه كوت ديفوار يوم الثلاثاء اللي جاي، وقسم الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي ميكالي اللاعبين على مجموعتين في اطار استعدادات المنتخب للتجربه الوديه الثانيه. التجربه الاولى طبعا برضو كانت على منتخب كوت ديفوار وفاز فيها بهدف وحيد احرزه مصطفى ميسي في المباراه الوديه الاولى اللي كانت ما بين المنتخب الاولمبي ومنتخب كوت ديفوار، كانت يوم الجمعه اللي فاتت. لعبوا المباراه على استاد القاهره وفي 10 لاعبين عملوا تدريبات استشفائيه تحت اشراف الدكتور صلاح عاشور اخصائي التاهيل والعلاج الطبيعي مع احمد عبد الحكيم اللي هو طبعا المدلك للمنتخب الاولمبي. اتدرب باقي اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني لميكالي استعدادا للمواجهة الثانية لمنتخب كوت ديفوار، وده ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024. المنتخب عامل معسكر بيتخلله وديتين لمنتخب كوت ديفوار، المباراة الأولى اتلعبت يوم الجمعة، المباراة الثانية هتتلعب يوم الثلاث القادم بإذن الله. منتخب كوت ديفوار منتخب قوي ظهر بشكل جيد امام منتخبنا الاولمبي، وفي الحقيقه يعني الاحتكاكات والمباريات القويه دي في المعسكرات بيبقى شيء مهم جدا، هيبقى معانا مدارس مختلفه في الاولمبيات ومهم ان يبقى في احتكاك للمنتخب الاولمبي مع المدارس المختلفه. لسه مكملين مع اخبار المنتخب الاولمبي وطلب البرتغالي البرازيلي عفوا ميكالي المدير الفني من مسؤولي اتحاد الكره استغلال وجود محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في معسكر المنتخب الاول استعدادا لمواجهه غينيا بيساو عشان يتكلم مع اللاعب عشان يعرف موقفه النهائي من المشاركه مع المنتخب في اولمبياد باريس 2024. ميكالي اتكلم مع استاذ جمال علام وطلب منه استغلال تواجد صلاح مع المنتخب عشان يتكلم معاه عن موقفه في فكره التواجد مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، وهل هيكون للاعب دور في الضغط على إدارة ناديه للموافقة على إن هم يسيبوه يلعب البطولة، ولو كان في صعوبة في تواجده هيتم التحرك لاختيار بديل. ميكالي أكيد بلا شك بيأمل إن صلاح يكون موجود مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات، لكن في حال رفضه هيكون في تحرك لاختيار لاعب آخر في مركز الجناح. وعايزة أقول لحضراتكم يعني إن هو مش لاعب واحد بس، هما طبعا ثلاث لاعبين من المنتخب الأول لحق المنتخب الأولمبي إن هو يضمهم. كنا بنقول طبعا إن صلاح من الأسماء الأولى المطروحة، ولكن موقف صلاح إيه لسه لم يحسم بعد. ثلاث لاعبين اللي هيتم اختيارهم لسه ما تمش الإعلان عنهم حتى الآن مين الثلاث لاعبين من المنتخب الأول اللي هيكونوا مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات. أيا كان مين اسم اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في المنتخب الأولمبي من المنتخب الأول، بتمنى إن شاء الله تكون مشاركة موفقة لمنتخبنا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.